رحمن ان شاء الله الاهلي حيفوز، بس حتكون النتيجه اعتقد 3-1، وحيكون في هاتريك من الاهلي، لاعب معين حيعمل هاتريك من الاهلي. 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي والبطوله تبقى جوه مصر، وان شاء الله تبقى بطوله نهائي بين اهلي وزمالك، وان شاء الله تبقى البطوله باذن الله مصريه. حضرتك زملكاوي؟ طبعا زملكاوي. مليون مبروك الكونفدراليه. الله يبارك فيك يا باشا. حلوه الروح الرياضيه انك انت تشجع الاهلي رغم انك انت تبقى زملكاوي. اكيد طبعا، احنا كلنا مصر، ما فيش فرق ما بين الاهلي والزمالك دلوقتي، يعني احنا كلنا مصريين اصلا، يعني هي دي معانا في المباراه دي ان شاء الله باذن الله معاكم بقلبنا. يعني عايز الاهلي يكسب عشان نقابله في كاس السوبر. ومين اللي يكسب في السوبر؟ الزمالك طبعا. تحب تقول لعيبه الاهلي ان شاء الله في المباراه دي يكسبوا الماتش ده؟ يكسبوا 3-1 ان شاء الله. لا ان شاء الله نكسب، وان شاء الله طبعا نتوقع طبعا الاهلي طبعا تكون دايما باستمرار كسبان وفايز، وان شاء الله خير يعني. لا باذن الله الاهلي يكسب ان شاء الله بفرق 2 ان شاء الله، يكون محمود كهربا وامام عاشور ان شاء الله. ان شاء الله، مع ان انا زملكاوي اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله، ويكون حاجه تشرف مصر، لان احنا بنمثل الكره المصريه بعيد عن التعصب والكلام اللي هو ملوش لازمه ده. فاحنا بنتمنى ان عيب او ان البطوله تطلع من بره ارضنا، يبقى في وسط ملاعب جمهورنا وملعبنا، احنا عايزين 11 راجل في الملعب، وهي لعيبه الاهلي رجاله وبتبنى وقت الظروف والشده، وان شاء الله يعني الاهلي يحسم المباراه لصالحه بدري بدري ان شاء الله، عشان ما يحصلش اللي هو التوتر بتاع شمال افريقيا ومش اهم حاجه ان احنا نحافظ ان ما يجيش فينا جوان، لان ديت لو ما جاش فينا جون ان شاء الله البطوله بتاعتنا يعني، ونكون اهلاويه ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله توقعاتي 2-0 للاهلي ان شاء الله باذن الله. امام عاشور هيسجل هدف، ومصطفى شوبير هياخد باذن الله احسن حارس في البطوله. وفي معلومه صغيره عايز اقولها، معلش، مصطفى شوبير لعب 8 ماتشات في افريقيا متتاليه، الحمد لله ما دخلش فيه ولا جول، باذن الله الماتش الجاي دوت ناخده كلين شيت عشان المباراه 9 على التوالي، وياخد احسن حارس في البطوله باذن الله. هيفوز الاهلي 2-0 رغم ان انا زملكاوي، بس اتمنى فوز الاهلي. والله ان شاء الله باذن الله، باذن الله الاهلي هيكسب ان شاء الله، بس هي هناك نتيجه وحشه يعني، 0-0 دي نتيجه وحشه بصراحه يعني، يعني لو 1-1 كانت ارحم من 0-0، بس باذن الله الاهلي قدها ان شاء الله. ان شاء الله يفوز كام؟ ان شاء الله باذن الله الاهلي ان شاء الله يفوز 2-0، رضا سليم وحسين الشحات باذن الله. ان شاء الله 2-0 الاهلي طبعا، هي كل الترجي يعني. باذن الله امام عاشور هيجيب واحد، و وسام باذن الله هيجيب واحد. الماتش صعب صعب، بس ان شاء الله متفائل خير، الاهلي ان شاء الله يكسب يا 1-0 يا 2-0 باذن الرحمن. ان شاء الله الاهلي دايما ومعودنا على الفوز وعلى الفرحه، وان شاء الله يفرح مصر كلها اهلاويه وزملكاويه. ان شاء الله باذنك يا رب الاهلي هيفوز 2-0، واللي هيجيب الاجوان اسامه ابو علي وامام عاشور باذن الله. وزي دايما زي ما الاهلي معودنا ان دايما بيفرحنا، ان شاء الله هيفرحنا ومش هيخذلنا ابدا. انا زملكاوي عامه، اول حاجه اتمنى الاهلي يكسب عشان يلعب الزمالك، بس فوز عليهم، بس نفوز عليهم طبعا. الاهلي يفوز على الزمالك قصدي؟ طبعا، يبقى احنا كسبنا كده ايه؟ احنا كسبنا المغرب وهم كسبوا تونس، صح كده؟ يبقى كده شمال افريقيا كلها. نتمنى طبعا الاهلي يكسب طبعا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز الاهلي ان شاء الله ان شاء الله. بنبارك للزمالك برضه، انا هلاوي بس برضه ببارك للزمالك برضه يعني، لان احنا كلنا مصريين بنحب الخير لاي فرقه مصريه تلعب باسم مصر. فالحمد لله، وان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه تبقى كويسه، وان شاء الله يكسبوا يعني، وان شاء الله الماتش يبقى حلو والاهلي يكسب. ان شاء الله هيكون 2-0 للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، ربنا معاهم ان شاء الله، بس صعب ان هم يجيبوا جون هنا، هيصعبوا المباراه على الاهلي، وان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. امام عاشور وقفش يعني، حتى لو 1-0 او 2-1 مش مشكله، المهم ان هو ناخد البطوله وخلاص. ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله، وبنتيجه كويسه 2-0 ان شاء الله. وان شاء الله هو ماتش صعب عشان 0-0 هناك، وان شاء الله، بس يعني احنا متعودين من الاهلي اللي هو بيفرحنا على طول، ان شاء الله هنكسب يعني. ان شاء الله اتوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله، وهياخد الكاس وهيشرفنا باذن الله كالعاده يعني، ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله هنكسب يعني، ان شاء الله 2-0 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله. كام كام؟ يعني ممكن الاهلي يجيب 1. 1-0؟ اه. شايف المباراه صعبه ولا ان شاء الله في المتناول مع الاهلي؟ يعني ان شاء الله الاهلي يشد حيله.
رسالتك للعيبه تحب تقولهم في المباراه دي؟ شد حيلكم وانتوا رجاله، وانتوا دايما يعني زي ما بتقولوا اسياد افريقيا، وعايزين البطوله تبقى ان شاء الله ايه مشرفه ونلعب كره مصريه بجد. انتوا رجاله وعودتونا على الفرحه دايما، وعودتونا الاهلي معروف، الاهلي لما بيوصل النهائي بيعرف ياخد البطوله باذن الله، باذن الله يفرح ال 100 مليون اهلاوي اللي بيشجعوا الاهلي. وراك يا اهلي ان هم يشدوا حيلهم كده ويكونوا قد يكونوا رجاله قد الماتش، وان شاء الله ناخد الكاس. ربنا يقومهم ويديهم الصحه ويكرمهم ويكرم مصر كلها. والله يبقوا رجاله في الملعب ويبقوا قد المسؤوليه، وهم معودنا على كده على طول ان شاء الله باذن الله. وكده كده الكابتن الخطيب يعني معودنا اللي هو بيحمسهم على طول باذن الله، فخير ان شاء الله هنكسب باذن الله. اللي هم يبقوا قد المسؤوليه، عشان طول عمره النادي الاهلي كبير، وطول عمره النادي الاهلي يعني بيدينا الامل طول الوقت. يعني هم اللعيبه يعني مش محتاجين ان انا اقول لهم غير ان انتوا لازم ايه تبسطوا الشعب المصري كله، واحنا كلنا ثقه وامل فيهم ان هم يفرحونا ويبسطونا في اليوم دوت ان شاء الله. اقول لهم شد حيلكم انتوا قدها، والبطوله مش صعبه عليكم، انتوا واخدينها بطولات. اقول لهم شد حيلكم يا رجاله، وانتوا بسم الله ما شاء الله يعني تيم الصراحه مش هيتعوض، ومعاكم مدرب محترم ومدرب كويس، وان شاء الله ان شاء الله هيفرحونا ويجيبوا الكاس ان شاء الله. احب اقول للعيبه اهم حاجه الالتزام، وما يبصوش للحكم ولا يلتفتوا لاي حاجه، هو لان في بعض الحكام بيستفزوا اللعيبه على اساس تخرج عن شعورها، فاحنا لازم الالتزام بالحكم وقراراته، بس اهم حاجه نلعب في الملعب. حابب اقول ربنا يقويهم وربنا يفرحنا ان شاء الله، وهم يفرحونا ومعاهم على الحلوه والمره ان شاء الله. بقول لهم انتوا طبعا عودتونا، انتوا رجاله وعودتونا على الفوز على طول، فان شاء الله مش هتخذلونا وهتفرحونا زي كل مره، وان شاء الله ال 12 هتبقى معانا. اللي هي طبعا معروف ان لعيبه الاهلي بتلعب لغايه اخر دقيقه، فدي حاجه كويسه في النادي الاهلي اللي بيلعبوا لغايه اخر دقيقه، فبقى عندهم حافز لغايه اخر ماتش. يشد حيلهم يعني في ال 90 دقيقه دول، واحنا مستنيين الكاس ان شاء الله يعني.